المناطق توسعت كلها خاضعة للزبل والخروب للمساكن الكل. وبعد كبسان سنتورة شوي في العمادات اللي تم الحاقها بالمنطقه البلديه ما فيهاش بوتنسيال اليوم سواء كان صناعي او فلاحي. بوتنسيال صناعي عندنا منطقه صناعيه الحمد لله اللي عندنا منطقه صناعيه اللي هي تشغل في عدد كبير اللي هو ما زال في بدايتها. بعض الوحدات اللي ما دخلتش في الانتاج ان شاء الله تدخل يظهر مردود. هذه تم الحاقها هذه منطقه صناعيه في البلديه ولا جديده؟ تسمى مجدد من مناطق صناعية جدد. عندنا فيها وحدات امبلونتي وتخدم تبارك الله وحدات كبيرة ومعروفة. عندنا وحدات في التطور تعطلت شوية الإجراءات وواحد وهم ديجا بيدهم يتشكوا من التعطل اللي صار لهم ناس صارفة فلوسها تستنى باش الديماري. ديما نرجع البيروقراطية شوية ماذا بينا الجهات المعنية كلها تحاول تساعد حتى ثم شكون اللي عندهم الامتياز. يعني منطقة الامتياز اللي تمخذوش الامتياز عند عامين عندهم عامين اللي تمخذوش الامتياز. إن شاء الله نحن فترة الكورونا هذه نجوزها وإن شاء الله المنطقة الصناعية عندنا فيها برنامج توسع متاع ما يزيدنا عشر على عشر كرات. ثم اقبال معنا حتى لو مش مبيع والطلب على منزل شكر طلبه كبير يسر. لذلك احنا شنو نوعية الصناعات المتركزة في المنطقة الصناعية؟ والله الصناعات نجارة الألمنيوم البوليتيلين الحداد الحديد معمل بتاع الزيت ديرنيرمو الفادي ماري بيانتو تاع معالجة بتاع الزيوت المستعملة وزوز معامل تو بتاع أدوية اللي توما دخلوا في طور الانتاج ان شاء الله. باش يبداو هذوما قريبا ان شاء الله قريبا ان شاء الله. معناتها قريبا زوز معامل للادويه ومعمل لمعالجه الزيوت المستعمل. معالجه الزيوت بيانتو ديماري مش يبدا قبلهم ان شاء الله. معالجه الزيوت باش يخرج بهم صابون ولا حكايتها هكا شنو بالضبط؟ يا اخو الزيوت اللي من في المحطات تغيير الزيوت واحد ياخذهم ويعالجهم يعاود يرجعهم. محطات البترول معناتها والبنزين مش الزيوت العاديه. لا الزيوت العاديه نتاع السيارات المستعمله. انا مش في بالي الزيوت المنزليه. لا مش الزيوت المنزليه لا. يصير المعالجه نتاعهم وتعاود ترجع في السيركويك العاده زيوت للسيارات واضح جدا. هذوما قريبا بطاقه تشغيليه تقريبا قديش الكل مع بعض؟ والله الطاقه التشغيليه ماهيش كبيره الوقت. معمل خطر المعمل مثلا نتاع الزيت تو الكل اوتوماتيزي يعني اليد العامله قليله مش كبيره. وبقى بالنسبه لمعمل الادويه الاثنين خاصه اللي حاليا معناها قرب يحل يبدا في الانتاج ان شاء الله. الطاقه التشغيليه باهيه ان شاء الله. قديش تقريبا حسب التقريب في الاوردر نتاع 300 300 بين اداره وعامل ان شاء الله. والاخر